مختلف، العالم صحي على ما كنا نصفه بإرهاصات الحرب العالمية الثالثة، على اندلاع أو ما يصف البعض بالشرارة الأولى اللي ما كناش نتمنى أن احنا نسمعها. تحركت القوات الروسية في عملية عسكرية موسعة بأوكرانيا بعد أسابيع من الأخذ والرد والشكوك والتحذيرات. حصل التحرك الروسي فجر اليوم، والحقيقة هو ما كانش سري، الأمريكان قالوا عارفين أن هم هيتحركوا والأوروبيين وكل الناس، وفعلا الرئيس فلاديمير بوتين كان بالتزامن مع جلسة المجلس الأمن وتحديدا وقت كلمة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، بوتين طلع وقال أن العملية العسكرية بتستهدف نزع سلاح أوكرانيا وتخلصها ممن وصفهم بالنازيين الجدد. طبعا هو يقصد هنا النخبة الحاكمة في أوكرانيا الموالية للغرب. أكد أن موسكو لا يمكن أن تتسامح مع التهديدات مع أوكرانيا، حذر من التدخل الأجنبي في المسألة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن فرض الأحكام العرفية، دعم مواطني إلى التزام المنازل قدر الإمكان، قال أن أوكرانيا قوية وستنتصر، وقال أنه هو حاول يتواصل مع الرئيس الروسي بعد التحرك الرسمي والرئيس بوتين مرضاش يرد عليه. المستشار الألماني أولاف شولتز زعيمة أوروبا وصف الهجوم بأنه يوم أسود في تاريخ أوروبا، انتهاك للشرعية الدولية والقانون الدولي. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه هيجتمع مع رؤساء دول مجموعة 7 الصناعية الكبرى ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلين، وأعلن أن القادة الأوروبيين هيعلنوا حزمة عقوبات على روسيا وأن الاتحاد لن يسمح بتهديد أمن أوروبا. إقليم دونباس عشان حضراتكم تبقوا فاهمين، قلب أوكرانيا النابض سابقا. ليه روسيا بتركز على هذا الإقليم في أوكرانيا تحديدا؟ الناس بتسأل. إقليم دونباس وشرق أوكرانيا، هو إقليم في شرق أوكرانيا عليها كل الأزمة دي، لكن الإجابة إن هي القلب الصناعي لأوكرانيا، كانت قلب أوكرانيا قبل إعلان دونستك ولوغانسك استقلالهم سنة 2014 بعد سيطرة انفصاليين موليين لموسكو. الخريطة زي ما حضرتكم شايفينها على الشاشة كانت بتشكل ربع صادرات أوكرانيا بتخرج من هذا الإقليم، 15% من استثمار رأس المال. الإقليم أكبر منطقة منتجة للحديد والصلب في أوكرانيا ومن أكبر المجمعات المعدنية والصناعات الثقيلة في العالم. من هناك تستخرج أيضا الزئبق والفحم، بعدها ظهرت صناعة الأسمنت، مجموعة من الصناعات الخفيفة، صناعات السلع الاستهلاكية. دونباس هي اختصار لكلمتي دون من دونت ستيك وباس من باسين الروسية أي حوض دونت ستيك، وجي اسمها من حوض الفحم اللي اكتشف في عام 1721 وسمي على اسم نهر دونتس العابر في المنطقة. إقليم دونباس المحاذي لروسيا قبل العمليات العسكرية كانت بتنقسم لمنطقتين، أحدهما بتخضع لسيطرة الحكومة المركزية في كييف والتانية بتخضع لقيادة الانفصاليين، وبيفصلهم خط طوله 472 كيلومتر. من 2014 روسيا منحت الجنسية الروسية لمئات الآلاف من المواطنين في المناطق الانفصالية في دونتسك ولوغانسك، ومولت معاشات ورواتب الموظفين بعد وقف الحكومة الأوكرانية في كييف دفعها. تخلت المنطقتين عن عملة الهرفينا الأوكرانية واعتمدت الروبل الروسي عملة رسمية، كمان المدارس المحلية بتتبع المناهج الوطنية الروسية بدل الأوكرانية. خطاب الرئيس بوتين تضمن التأكيد على أن أوكرانيا لها رابط تاريخية مع روسيا والشعب الروسي، وبالفعل سكان دونباس معظمهم من أصل روسي وناطقين بالروسية، وده طبعا نتيجة لتاريخ معقد بيعود إلى قرون، لأنها كانت تحت الحكم الروسي من أواخر القرن ال17 وحتى نهاية حقبة الاتحاد السوفيتي في 1991. تاريخيا انقسمت أوكرانيا بسبب نهر دنيبر لجانب شرقي تحت سيطرة روسيا أو يعني موالاة روسيا، وضفة غربية تحت سيطرة قوى أوروبية اختلفت على مدار التاريخ. بالتأكيد يعني بنتمنى السلامة للشعبين الأوكراني والشعب الروسي، بالتأكيد بينهم روابط تاريخية كبيرة وعرقية وثقافية، وبتربطنا كمصر مصالح كبيرة واهتمامات متعددة بشعبين صديقين. بنتمنى السلامة وبنتمنى أن يكون في لغة حوار.